خير الديبة قاتل 12 حدث سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري مصاب بعاهة مستديمة بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة سطو مسلح أيضا. بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر يا إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرفنا شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن، يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني! عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد جوزه قبل ما يطلب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اقساط ثانية. ايوه ماليش دعوة وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرماية واسمه حلف الأبهة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برق لي. حنفي انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاره. سيبه يا حنفي، قلت لك سيبه من عينيا يا باشا. حبس الفرادة ها؟ ولا هتودوني سجن تاني زي كل مرة؟ اطلع قدامي. قدامي يا حنفي. أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايز تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. أه يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لاقي حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأخرتها معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور والتاني انتحر والتالت وديناه سراية المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذة. 15 سنة ده غير السبع بتوع قضية السرقة اللي رميتك عليها. ما انا كمان ما حدش يدوس على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط اصبعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره؟
طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه. اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت القلاب لحد ما اقتلها يا باشا. غلوب الوشي غلوب الوشي. يلا ما تستنى ملحوق على ايه؟ يلا قدامي. يعني اتضغطت عليكم؟ قدامي. ده ايه ضاع؟ أربعة ماشي. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنا. هو أنت اللي بتضرب ولا أنا؟ طب إيه رأيك بقى إن دي 17؟ إيه في إيه؟ في إيه ده إيه؟ دي غلط في العادة. أنت تسكت خالص. كمل. عشرة 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب 14. حيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلب. وصلوك عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا أنا خلاص طلع إفراط بعد 22 سنة. عارف بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه إعدام مش كده ولا إيه؟ دي تلاقي حاجاتك بقى. هات من الآخر. مقدم شريف بركات مباحث. أهلا وسهلا. حاجة الساعة يا عربي تلفزيونات. كلمني. أنا اسمي حنفي القباها. طلباتك. خيري ورشادي وبدوي العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا. ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره. وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ إمتى؟ وازاي؟ انت وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشرب الحاجة الساعة ملحوقة. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك. بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا انت عايز ايه؟
ما تضيعش وقتك. وقت يا حنفي، عاوز ايه؟ ودي في الكلام، الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع، مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ده احنا بندور عليهم، ما تقلقش، هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك الاقيهم فين. مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرفهم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ اساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ده باشا، احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سرقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان. اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أبدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروج بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك. انت اتكلم، قولي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي. اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك، اعمل همك. ترابيزه. انت بتمنع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خدت وجوزها جايين. مش انا يا مداء. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مداء. بلاش اغرف. Thank you.
طعم بيه ردان يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل فاضي. يلا ياو كده انت جنسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه باخد حق بدراعي حاجه تزعل دي. يلا خلصني هنقوم وطعم البيضه اللي جاي فز قوم يلا. ماشي يا باشا. متاكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجه يا باشا الكذب خيب انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسالك العمر كله هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا اصل انا ليا عمى غلبانه وحدانيه رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول وهكله بثوابه. مين عارف يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا جري دمي ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك الثانيه. لا ده بيت اهل دعاء رفع احمد اخويا. قول لي خيري وعلين اللي معاه خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي بسنجي بعدين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بابا احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حال دعوات في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ كده يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه الكره في ملعبك بس الواد اخويا مش وش بهدله خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساج.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش وحرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ونبل حرام كتير. حرامي فراخ. وفي لا مفيش حاجه. انا قال لك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغي متكلفه. شايفين زي الفل. شوف ده بقى فحميتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت. ده بس اللي بايته معاك. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. التعميره حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. قبضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنف يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش ما عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطف مراتك ليه؟ معرفش معرفش. محدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خايدوا رشاد جولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس دي انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري لحقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان لبنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك ماخده الخير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا.
شريف مش مخليني عايزه اي حاجه. الكلام ده تقوليه لحد تاني، انا لا. معقوله اجي ثلاث مرات ازورك الاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبله موسى، عبله موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد انا قايمه ساعه نونه في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى، شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا في عجرفه الفقراء ولنات الحيله. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبله موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا انا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت لحسنك هنا. بقولك يلا سخنها يا رجاله. سهلون ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك كمان؟ اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيجرى في الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قبل عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم. اتفضل. وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موسى كده؟ انا عملت حاجه قدامي قدام. طب قول لهم يعملوا خرمان. منى اعملوا شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى انا اهو خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقول لك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خليل. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بس يا صوتك خلي اسمعنا. مع السلامة. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبة وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك هدية جايب لي مسجون. يا عبلة أرجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده. نجرح منه الشاي يلا خلصيني. أنا؟ إيه خايفة من إيه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ هي أنت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون
مش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. عشت الاسامي يا منى. انتي بتقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انتي متجوزه؟ لا. معقول حد بالحلاوه والجمال ده متجوزش لغايه دلوقتي؟ ازاي كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب في بيتك شيء يا شريف. سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك، كل حاجه فيك بتفكرني بيها، جمالك، رئتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها بين ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده احس ان انا عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده أبص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا تفهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده وكلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحيتها خالص. مفهوم؟ ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عينك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوك. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. الادريه يا جماعه. ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت. اوديها لك فين؟ وديها الاوضة عشان الم هدومي. قدامي. طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهية عاملة. ما تقولي حاجة لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عبلة بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حرفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز الحق. الغلطة غلطتك. انا مش عارف انت مستحملها ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على رأي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي. لكن ده انا عارفه. الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه.
معلش ملحوقه واللي اتكسر يتصلح. ومش عارف انت مين ولا ايه. غش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حرق النار في جبتيته ما سيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما بغيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا. يلا بينا خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في المايه خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص. ما تدخليش المسائل دي لحظتك على وشك. انت مالك انت تسيبيهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضيهم؟ اللي بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد؟ دي عيشه بقت تعصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتكسرني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك. الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على فلاحة. هز قوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه يا باشا. متقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك. الحته مليانه نضرجيه. لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انهم مش هيروحوا حته تانيه؟ ده مؤاخذة. ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلاه البيت نوسة جو بتاع بدوي. عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجارة يا باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره يا باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمه. لموا العمليه شويه مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمه؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير الكافتير. لا مؤاخذة يا باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ دي بان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجان بق
ولا حيلتك اللابة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خيد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا؟ يا ارمية معلمي. بيض. بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانس جوه ايده مرزبه. تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايب، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. يسير الحي تلاقى خيري. ضاع مرات اخويا فين؟ الحفظ والصونه قباها. ازيك يا رشاد؟ مرسيدس يا خايف. هلا البيت. ايه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بيت اشحن. دلوقتي يتصرحوا. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دول ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغاية ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ايه
اطلع بني ادم. استنوا بقولك دوسوا. الباشا يا ولد الكلب ده عهدك. هتودونا في داهيه يا ولد الكلب. الباشا يا ولد الكلب. ليه يا باشا كده يا باشا؟ الله ده انت بسبعة رواحة يا باشا. مش فاهم الواد اطلع لنا بالامن وسيبه. وايه اللي خرجه من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هتجنني ايه اللي لام الشمع على المراه؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ يكونوش حنين علينا قنبينا هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنك مش سهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطدموا بيه وما كناش شفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جبان اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض ما رضيش. ما رضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم انكم في عز الظهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا عبله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى ما لهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوه دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها؟ السلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع تكرر. ازيك يا بابا؟ مين سي حنا؟ يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. ايه ده؟ انا فين؟ منى؟ منى؟ شريف ألف حمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم إزاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل إيه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. أحسن.
على قفاه حنفي. ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج يخرب بيتك يا شريف. احمد فينك يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم اقول لك، انت عارف معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمر سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش. انت يا ادم لقيه فين يا الحقوني. انت يا ادم الوقت بيمر، احمد وضوح هيروحوا في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت قايلها معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت البنك؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت البنك؟ وانت مالك ايه؟ انت عاجل لها مصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت نفسك ايه يا اخي؟ يا احمد باخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت فاهم انه مصيبه. لا عندك سكه العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي لا؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوة من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوة من ايديك الحلوة، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصل في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوة بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدام على الأوضة. شريف بيه ساكن في أنهي دور؟ أيوة كده، الدور الخامس شقة 53. شكرا. بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وإيه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ أمال أخرج لكم بلبوص؟ مش فاهم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ خلينا عبد الخالق ابو العنين. خلاص قصة الهوا قافل الباب، اتفضلوا. انتوا لابنكوا عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء. العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، في طرة، في أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلاً كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي. لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده. هناك. أنا أصلي بقى إيه؟
مش بزور الحتة دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. تعويضك ايه يا باشا؟ مظبوط 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 يا ولد. ايه؟ مظبوط. بعدين بقى يا منى. منى منى الدبانة اصلها هنا. طعم قهوة البواب. مبلمة كده ليه؟ اتحركني. ها واخبار الداخلية ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متأكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابن خلاص، اعمل معروف سامح حلقه ارحمها وارحمنا. بين علينا مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب ده عندك. ايه اثبت ما هو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستلو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمة. انت مين ده؟ ده حرف القبها ساعتك. اه وانا بقول شفتك فين قبل كده، شفتك فين قبل كده. ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. انا فاضل بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني كده يا باشا؟ صل على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. حمد الله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ في الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ضامن؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. سبع البرومبا. انت جرالك يا مجنون يعني؟ ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع يا خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ Thank you.
محروس جوزك بيلعبني، جايب معاك من غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخبي. رشاد استنى بره انت هو عشان دورك. تعالي هنا تعالي. ابعد عني ابنك. ازيك يابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل معادك، يعني حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقى صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يابا اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما نام قلت لك استريح انت ومرقات سداد يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ تخلفت في عندي انت بحيث تخلفيهم وانا في السجن. هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت. ازيكم؟ الف بركه. تعالى. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ام؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فين يا احمد؟ الأمانة اللي استأمنتك عليها نجوم السماء أقرب لك منها. حنفي الشنطة دي مربوط عليها حياة واحدة، مالهاش أي ذنب غير إنها مراتي، هسلمها لهم عشان أخلصها من إيديهم. تبقى مجنون. أنت عارف الشنطة دي فيها قد إيه؟ فوق المية ألف دولار، مالهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، أنا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. أنا هعرف أرجعها. دي فلوس كتير، هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. اعلوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا، عقلوا. يا ايه الحكاية يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطة مقفولة، وقال لي عينها عندك امانة واوعى تطلعها بني ادم. وانا من حب ليه؟ شلتها بين رموش عينيا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب. وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها. دي مش فلوسي لوحدي. دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشلت الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هقدر امسوها. هما كلها هموم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا. حقنا. دي نصيبكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وابدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا. سيبني. مش هتخرج وراه الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه يا باشا مالك؟
لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ يا مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني. انا معاك. رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. تحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي الاخرى بتحبك. مش عارفها من لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب. وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه؟ الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي. وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حلف. انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا، يلا احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش.
طب ما عندكش نظر مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه نعم الله عليك؟ ايه نعم دي؟ بتضحك نفسك. اوعى. يلا امشي. انا سجنك اقعد هنا. يلا امشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لسه توكي ده؟ اللي ماشي توكي ده؟ ايه ودي جلايم ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعهد. متعهد؟ متعهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذون تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذون اتخرم؟ ما انتوا حق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذون ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فلاش وزون وزون اتخرم. انا يا ابن خالتي مرة اتخرم من الوزون كنا صغارين ف كان دور بقى عيني. كانت امه بقى مربيه وزون فوق السطوح. خرم هو الوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوكي بالشغل لقى الوزون مخروم قال له علقه. تسمعني يا عبله، انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك، وانت السبب فيها. انا يا عبله؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وانا قلتلك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسلة. عبلة. انا بقول لكم كده على العموم، انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا عم ده بتاع الاذون انت، اتصرف الاذون. ايه ده؟ يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بقتلنيش يا موسى، ارجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وانا اللي اقول لك. شايله ايدي كرسي كرسي. الله الله، مين ده؟ ده اكيد حالي يا ديدي. قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك ايه؟ قال لك اه. ده مش كرسي، ده الترومبيطة. دقوا انتوا كمان على كراسيكم. لا يا جماعة Thank you.
لك اه قال لك ايه قال لك اه قال لك ونلبس كراسينا باللي علينا ماشي كلامك درجن 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 تعملوا كده مجنون هوبا اسحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 يلا ندشدش كم مليون. ايه ده مالك؟ الو ايوه انا شريف معاك دعاء لقيتوها فين ايه طيب انا جاي حالا على الحالة دي وينطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول ظهر إن ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف انتهت علاقتك بالقضية دي من بكره هكلم بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك حاضر حنفي 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 هرب قتل ضوع يابا لوها مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها ابو سيدك يابا قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد اسمعني كويس يا باشا
قدامك 5 دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني وهكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاعه. ايه هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. أنا أحمد. اركب. بقولك دول فين؟ اوعى يفلت من ايديكوا. وصلوا. هشدوه على الاول. هتشوفه لما تحصلها. أنا معاك، ما تخافش. صرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم واطمنكم. ولا
يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. ألو؟ صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ أنا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي أو معاك لازم توصلني، وإلا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ قابلة مراتك. وإذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عاملة عاملة قدامك ساعة تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا ابني.
الآن إيه؟ وأخرتها يا خيري، أخرتها. كل اللي فات قلنا معلش، الجوع والفقر كان شدد علينا، إنما إيه اللي بنيله ده دلوقتي؟ الله، جلال يا شباب، أوعى تكون كرفت قلب الواد بدر، بتاع على الله. عقل إزاي بس؟ إزاي؟ أنت عارف أنت عامل فينا إيه دلوقتي؟ هيبت الدنيا علينا، دخل لنا عش التعبين برجلينا، تقدر تقول لك تعمل إيه مع جوزها؟ هتكون عقلك كويسك تقتله هو كمان؟ لا، بعد كلام أنا هاخد منه شنطة الفلوس وهقول له بألف سلامة أنت والمدام، بس اديني بقى كلمة شرف إنك أنت تسيبنا في حالنا. طبعا لازم هخلص عليه. تبقى كلمتنا يا خيري، اتصعدت. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. عشان التانيين حالة قاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا، وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة، والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حتة. غالي والطلب رخيص، نصيبك في الحفظ والصون، عينهولك من زمان. حبيبي يا خيري. اللي يخاف ملوش مكان بينا. دول تقتلوا. ما انا كمان خايف. يلا قتلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه. انت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض، بس انا خلاص تعبت. انا بقيت اضعف من بدوي الف مره، وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل ثلاثه، انا وانت وبس، ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. أنا في القبه. ازيك عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدني عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوه؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمه. بت مين؟ نعمه الرقاصه. ودي الاقيها فين؟ واد جمعة، ما تخافش يا سحانة، أنا عارف شكلها كويس. فت عينك كويس، أنا هخش عقل المية جوه، وإيه لو خرجت تقطرها تعرف هي راحت فين وتجيني. عينيا يا سحانة. مساء الخير يا فندم. عايز أجدع ترابيزة. لكام نفر يا فندم؟ 10.
هما فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. يا خيري هجم علي وانا برقص في المحل وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانك. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح رباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع بالك اشوف بنتي يا خيريه. مادي وخس الشيطان، مفيش وقت. مستحيل لسه بشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني، مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه ومدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك. رجع، انا عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف. ايوه عادي. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو.
طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك كده في البيت ولا انا كمان. من هنا جوه في العزم. طب روح انت يا جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحنت تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زوجتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوق هنا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه. الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا للشريف ما تجيبليش سيره الشريف، بتشائم. تأخرتوا ليه؟ هي اللي عطلت دي. تطلع مين بسلامتك؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شبطت فيا. خد منهم شنطة الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشة، أنا ما تتعبش نفسك، أنا هديهولك أهو. اتفضل تفضل تفضل، كل اللي انت عايزه. الله، هاتي دول. حاضر. يا حرامي 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 يا استعملي شوي. بتضحكي على ايه؟ اصل دي اول مره احس فيها انك جنبي، حتى ولو غصب عنك. لو كنت اعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ انتوا راضيين فيا حتى ليه؟ ما تترزوا باي حاجه لغايه البيت ما ترجع له. ارجوك يا حنا في البيت، ما تسيبناش لوحدينا. يا وليه يا وليه، سيبينا الله يخرب بيتك دوعته. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. انتوا قاعدين بتهببوا ايه عندكم؟ مش سامعين اللي بيحصل بره؟ ايه بيشوف في ايه؟ ما تدلعش. هقول يا رجاله انا في هنا، كل واحد يروح من ناحيه. لبوظ يا باشا، استأذنك شوية في المدام عن إذنك. لا لا شريف. قدامي قدامي ما تعطلنيش. قدامي بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة لحدفينك مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب اللي وراني. قدامي على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد؟ ده انت اخويا، احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك.
من سلاحي ياما تشاهد عليه. بقول لك هقتله. ما ترمي هذا السلاح. هيا. يا ابن المجنونه. كان ممكن الرصاصه دي تيجي فيها تجيب اجلي. ما تخافش يا باشا، انا كنت بطل ماء في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شويه. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجه. امشي. نجرب. اسمع، لف انت من هنا وانا هلف قبلك من الناحيه الثانيه، وده خد بالك من نفسك، مش كل مره ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا، من هنا. قومي. سيبني بقى، قومي. سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. انا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمه مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداء. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة، واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول له شوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعالي جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تقبض على الحرامي ده، سرق مني شنطة الفلوس اللي كنت حابب بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته معايا وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه.
خدام تبقى باشا في الحفظ والسور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.